حياكم بالزبده، معكم خالد، واليوم راح نشوف شغله اسمها تايل ميت. تشتغل تايل ميت عن طريق البلوتوث. مثلا حاطين هنا صوره مفتاح نتعلقه بالمفتاح عشان اذا انت احد الناس اللي تضيع مفاتيحك، وهذا هني باك اوف 4 يعني يلك اربع قطع تايل ميت مع بعض. لكن احنا نبي اللغه الانجليزيه لو سمحتوا. يقول لك اول شيء تسويه تنزل ابلكيشن، باقي الانستراكشنز راح يكونون على الاب. نزلنا الابلكيشن ويشوف شلون اسوي. طبعا اول شيء يقول لك ساين اب لوج ان دونت هاف ا تايل باي ناو، راح اسوي ساين اب. وانا اللي عندي اللي هو التايل ميت حق الكيز والباجز والبايكس اند مور. اطق على الميت، كليك ذا تايل لوجو وانس اجين اكتيفيشن ات ويل بلاي ا نايس تون. فهي اطلع واحد من التايلز اللي عندي يم التليفون ويقول لك اكتيفيتنج ذا تايل، تايل اكتيفيتد. وحط التايل على المفتاح الحين، يقول لي نير باي. خلينا نقول مثلا عندك المفتاح بس ما عندك التليفون، ما تدري وينه مضيعه في غرفتك. فتي تسوي هالحركه هذه، تي تضغط ضغطتين على المفتاح، يدور لك التليفون. نعم، السيت اب لاول مره حيل سهل، في السلم في العادي وفي الميت. الميت اللي هو حجمه اللي تشوفونه هني، السلم يكون ضعيف، تقدر تحطه الظاهر في المحفظه علشان ما تضيع محفظتك، او حتى تحطه في السياره علشان الظاهر تدور سيارتك في المواقف. فيو اون ذا ماب يبين لي وين مكانه في الخريطه. حق القاري حق الكاميرا حاطين لك جنطه، اذا عندك جنطه غاليه وما تبي تضيعينها تقدر تغير رنه بعد. اذا عجبتكم هذه الحلقه سووا لايك، واذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. ليش تسوي ديسلايك؟ اذا تبي تشوف الفيديوهات الجايه واللي طافت تسوي سبسكرايب عشان لا تطوفك الحلقات